رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسره، اللي بنلتقي بيها دائما معاكم مع أسئلتكم المباركة، واللي بنخصص لها وقت نجاوب عليها أسئلتكم، ويفضل تفضل الصفحة جسر منور يوصلنا بمجالس العلم ويجعل ذكرنا في الملأ الأعلى إن شاء الله بالصفحة المباركة دي. ومعانا أول سؤال من الأستاذة مجانة من القليوبية. مجانة، أيوة السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة وبركاته. ازيك يا فضل الشيخ؟ نعمة وفضل الحمد لله. كل سنة بسبب شهر رمضان. كل سنة وحضرتك طيبة وكل أهل وحب. عايزة بس أسأل حضرتك ثلاث أسئلة. اتفضلي. أول سؤال، ينفع إن أنا أصوم من غير ما أصلي ولا لأ؟ سبح وأصلي ولا بعديها وأقص الضوافر في رمضان؟ تاني إيه؟ أول حاجة خلاص الصيام من غير صلاة، وتاني حاجة؟ أقص الضوافر في رمضان. تالت حاجة انت ما عندكش سؤال تالت صح؟ خلاص هجاوب حضرتك على السؤالين. طيب استاذه مجانة، بس وطي التلفزيون لو عايزه تفضلي معايا، بس وطي التلفزيون شويه واسمعين مجانة. السؤال ده سؤال مش حلو، ان سؤال الواحد يجي يقول والله انا وكانه واحد انا لو صمت من غير ما اصلي. طب ليه ما تصوم وتصلي؟ يبقى احنا القصه كلها يبقى الواحد يصوم ويصلي. طب اذا صام من غير ما يصلي، صيامه صحيح، دي عبادة ودي عبادة، صحيح هيتحاسب على الصلاة بس الصيام هيكون صحيح، مدام هو ما قالش ان الصلاة دي ما خلاص احنا ما بقاش في صلاة في الدين، ولا ان الصلاة ديت، يبقى هو اللي حاصل ببساطة خالص اذا هو صام وما صلاش صيامه صحيح. ولكن اذا كان هذا الكلام كسلا او ولكن، ليه نسأل السؤال ده؟ ما يبقى السؤال كده، ادعي لي ادعي، ما تيجوا ندعي لبعض ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الناس اللي ما بيصلوش يصلوا، وما حدش يقول لهم اوعوا تقول لواحد ويبقى حسبنا الله ونعم الوكيل، في حد يجي يقول لحد وانت ما تصليش يعني غير في رمضان؟ يا اخي اسكت، لو سكت والله ما يحصل حاجه، لا تكون صدا عن سبيل الله، سيبه يصلي في رمضان، حتى لو هيصلي في رمضان بس سيبه إن شاء الله ربنا يكرمه ويداوم على الصلاة، فما حدش يقول لحد كده، يبقى الصيام هيبقى صحيح وإن شاء الله نصلي ونكمل. ده قص الضوافر في رمضان ما فيهوش أي حاجة، لأن دوت ملوش علاقة، اللي يفطر في رمضان الحاجة اللي بتدخل في الجوف أو الحاجات المتعلقة بشهوة الفرج. خلاص. طيب معانا الأستاذة ندى من الغربية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذة ندى. ممكن حضرتك سؤالين؟ اتفضلي يا فندم. عايز اسال حضرتك، هو النقاب فرض ولا لا؟ لا النقاب مش فرض. السؤال الثاني. والسؤال الثاني، انا عايز دعاء لزيادة الرزق. نقول كده ندعي الله سبحانه وتعالى، نسال الله سبحانه يا سعدي ويا مددي انت، يا سعدي ويا سندي انت وحدك مددي، فاكسر يا مولانا رزقي كده. او نقول تاني، اللهم اني اسالك باسمك الواسع ان توسع رزقي. ماشي، اللهم اني اسالك باسمك الواسع ان توسع رزقي. ايوه. طيب ممكن نسال حضرتك سؤال كمان؟ اتفضلي. لا انا مستحكه معلش. طيب خلاص كفايه كده، بسال حضرتك بكره. اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يرضى عنك. بس انا عايز بس اقول السؤال الاولاني، لما حد بيسال على مساله النقاب ده، لم يرد اي دليل خالص بمساله ان النقاب ده، إن بالعكس اللي ورد نفي لبس النقاب، ان المراه التي تحج لا تنتقب ولا ترتدي القفازين، وده معناه ان هي ما تلبس. فجي واحد قال لك يبقى في غيره، لا الكلام ده مش صحيح، ليس هكذا تفهم النصوص الشرعيه، والا انت لو فهمت النصوص الشرعيه هنفهم النصوص الشرعيه بهذه الطريقه، انت مش هتقدر تتحمل هذه الطريقه في التفكير. استاذه فتحيه تتفضل. استاذه فتحيه من المنوفيه تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، احنا كنا هدينا التربه بتاعتنا وفيها اموات، فلما بنيناها تاني حطناهم بس دفنوهم في الارض، هل كده حرام؟ يعني انتوا الارض بتاعتكم وانتوا بتاخدوها وبتحفروا فيها عشان تحرتوها او اي حاجه لقيتوا فيها فلوس، صح كده؟ لا دفنوهم في التربه
لما بنوها بس مش حطوهم على بوسط دفنوهم في الارض. طيب يعني انا بس عشان مش سامع كويس، لما جيتوا تعملوا التربه، انا امشي معايا واحده واحده، لما جيتوا تعملوا التربه، لما جيتوا تعملوا التربه لقيتوا في التربه دي فلوس؟ لا يعني لهم جبت لهم تاني اللي كانوا بس مش حاطط لهم على وش الارض. طيب ماشي، بص يا ست انا فهمت كده خلاص. احنا عندنا زمان كانوا كنا بندفن في اللحود، فاحنا كترنا قوي، احنا كترنا جدا، ودوت برضو عشان الناس تعرف ايه نتائج الزياده اللي احنا بنعيش فيها، الزياده السكانيه الرهيبه دي. فلما زاد الناس وما بقاش في اراء وما بقاش في مقابر ندفن فيها، ابتدينا ندفن في حاجه اسمها الفسائي. فمن ضمن الاجراءات اللي بتحصل لما العين بتتملي بنعمل ايه؟ بنلم العظم ده ونعمل حاجه اسمها عظامه، نحط فيها العظم كله اللي موجود من الأموات، نحطهم في مكان واحد وندفنهم. هل ده جائز؟ نعم جائز. جائز ليه؟ جائز لهذه الضرورة. فهل دوت فيه نوع من أنواع التعدي على حرمة الميت؟ لا، لأن احنا جمعنا هذه العظام ودفناها، وهذا جائز وليس فيه إشكال. نعم. أستاذة فاطمة من الشرقية تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمرو كل سنة وحضرتك بخير يا رب العالمين. وحضرتك بخير وبصحة وبسلام. جزاك الله كل خير. عندي استفسار صغير عن تكفير ذنب اتعمل من 9 سنين كده. تسع سنين واحنا قلنا استغفر الله العظيم وتوبنا إلى الله وسيبنا الذنب ده وفرعنا عنه. لا احنا لسه عارفين الذنب ده من 15 يوم بالظبط. طيب. الذنب ده كان عبارة عن ايه؟ انا ليه اخ عقيم ما بيخلفش. طيب. تمام. واخ تاني بيخلف. طيب. فاكتشفنا بعد وقت اخويا الكبير اللي بيخلف ان هما كانوا ماشيين مع مركز وكده وحقن مجهري وكده وهما معاهم طفلين دلوقتي. اكتشفنا ان السائل المنوي اللي اتعمل بيه الحقن من اخويا اللي توفى، مش من اخويا العايش اللي هو اصلا الزوج. اكتشفنا ده ازاي؟ اخويا اللي جه قال لي. طب هو عمل ده ازاي؟ يعني هو ده راح، معلش بس احنا عندنا معلش احنا عندنا فتاوى كتيره تتعلق ببنوك الاجنه والحاجات دي كلها، فاحنا سمعنا من اطباء كتيره في المعامل واطباء كتيره في مساله الحقن المجهري، فاللي حضرتك بتقوليه ده معناه ان حصل ان اخويا اللي بيخلف هو اللي راح عمل التحليل مش العقيم، فاتاخد منه المني او اللي هو السائل المنوي يعني واتحقن، وعندنا دلوقتي طفل وطفله 9 سنين. اخويا اللي هو ده اللي احنا ما هو ما كانش يعرف، اخويا بقى اللي عايش دلوقتي اللي هو ما بيخلفش اصلا، تمام، هو اللي جالي وقول انا منهار ومش عارف اعيش ومش عارف ومش عارف ايه يا ابني الوضع، 1 2 3 ايه تكفير الذنب ده يعني هو عمدا راحوا ويقينا اخويا لا اخويا اللي توفى ما يعرفش. يا بنتي اسمعي بس عشان خاطري استحلفك بالله. حاضر. انت دلوقتي اخوكي اللي توفى اللي هو كان عقيم مش لا كده؟ اللي توفى اللي كان بيخلف. طيب واحنا خدنا الحيوان المنوي منه ازاي؟ عن طريق تحليل اخويا. لا اخويا عمل التحليل بداله، يعني قال له روح اعمل التحليل باسمي بصمه وراثيه، فراح هو راح لبنك المني وراح هو حاطط الحيوان المنوي بتاعه من غير ما نعرف اي حاجه خالص، واخونا دوت اللي هو دلوقتي منسوب اليه الاولاد عايش، هو ده اللي ما بيخلفش اللي عايش ده اللي هو اللي منهار بقى فهو دلوقتي عرف من ايه؟ يعني هو خد الحيوانات المنويه دي عمدا وعمل حقن لزوجته علشان ما بيخلفش وكده يعني. طيب يا بنتي انا دلوقتي عندي حكم دلوقتي بس ماشي. لا اسمعي يا بنتي، لا ده مساله انا بحذر كل الناس اللي بيشتغلوا على الفتوى في الفتوى، اوعى تجاوب على مساله زي دي على الهواء، المساله دي محتاجه تحقيق ومحتاجه ببساطه خالص شويه تحاليل. ليه؟ طيب احنا عندنا في الفقه
ممكن يحصل حقن مجهري، والحقن المجهري ده تحصل اثاره بعد سنه اتنين تلاته، فايه اللي حاصل؟ فالمساله بسيطه، احنا محتاجين شويه بيانات، محتاجين شويه معلومات. بدون هذه البيانات وهذه المعلومات لا نستطيع ان نفتي بشيء في شبه. ليه؟ هو جاي واحد يقول لي دلوقتي انا والله الاولاد اللي عندي دول مش ولادي. ليه يا عم مش ولادي؟ طب هو انا ضامن ان هو بيعمل كده نكاية في مراته لانه زعلان منها او لانه حصل له اضطراب نفسي؟ فايه اللي بيحصل؟ فجاي بيقول الكلام ده بسبب الاضطراب النفسي اللي عنده؟ لا، يبقى انا لازم اشوف الاوراق اولا، اوراق التحليل، يجيب تحليل البصمة الوراثية، يحلل الجينات بتاع الاولاد دي بما ينفي ان الناس دول اولاده. ادي واحد. الامر التاني والبسيط ان هو بيقول ان المنية ده منية اخوه، فلازم كمان نجيب الكلام دوت، لان الاولاد دول في الاخر خالص اذا حصل وصلنا النتيجة لازم ننسب الاولاد دي لحد. ايه اللي حاصل؟ ليه طيب؟ لان احنا بالاساس بدون اي حاجة وبدون ملعنة من الراجل ده وبدون ما بيقول ان حصل اي نوع من انواع ولازم كمان يكون عندنا التحاليل اللي بتقول ان هو عاجز، عاجز كامل، مش ممكن من خلاله يحصل ده. بعد ما كل الكلام ده احنا عندنا مشكلة كمان ان الولد للفراش، فلازم كل ده يتحط. هذه مسألة من مسائل النوازل ان احنا محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نبص فيها شوية. فبدون المعلومات دي محدش يفتي، ولو حتى افتى فهو تكلم فيما حذر الشرع فيه من التعدي على الاعراض، لان احنا بنتكلم في حاجة مهمة جدا. فلو سمحت تفضل عاد كل المعلومات دي، يجيب اخو حضرتك يجيب كل المعلومات دي ويتفضل في دار الافتاء المصرية واحنا هنفتيه في المسألة دي. معانا استاذ رحمة بني سويف. استاذ رحمة من بني سويف تتفضل. الو السلام عليكم. اتفضلي استاذة رحمة. لو سمحت يا عم الشيخ كان عندي سؤالين كده. اتفضلي استاذة رحمة بعد اذن حضرتك. كان اول سؤال كنت ممكن بعد اذن حضرتك، بس اتمنى على حضرتك ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. انا موطي يا عم الشيخ. طيب ماشي انا مصدقك، بس وداني برضو فيها صوت صدى. اتفضلي. مش مشكلة، بس كنت أتمنى حضرتك بس تسمعني للآخر لأن عندي كام سؤال. اتفضلي يا فندم. كنت فطرت رمضانات اللي فاتت أيام كتير بعذر ومن غير عذر للأسف يعني، ورجعت لربنا تايبة. طيب ده أول سؤال. طيب يا فندم، يبقى احنا دلوقتي إيه اللي حاصل؟ لو هي هنجاوب على السؤال اللي وصل لنا ده، لو فطرت رمضان بعذر او بدون عذر اعمل ايه؟ وانت قادره تصومي يبقى، والاطباء منعوكيش من الصيام، يبقى هتصومي كل الايام اللي عليكي قضاء. خلاص؟ اذا يبقى عليك ان انت تصومي وما عليكيش، عليك ان انت تصومي فقط. يا ساده، احنا اتكلمنا عن اعز ما لنا، اولادنا، احبابنا، النور والبركه اللي في حياتنا، واتكلمنا ازاي نقدر ندخلهم على رمضان، وازاي يدخلوا على رمضان من باب الحنان، باب حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي نعلمهم القيم، وازاي نحببهم في الاخلاق، وازاي نحببهم في الاقبال على الله من خلال القيم. حببوا اولادكم في رسول الله، واحكي لهم حال رسول الله كان في رمضان شكله ايه، وافضلوا احكي لهم عن جماله وعن خيره وعن بركته، وعودوا معاهم. ويا سلام لو انكم تكلموهم في مجالس عن قيم ممكن يعيشوها في رمضان، وممكن كمان انتوا كمان تعملوا تطبيقات في حياتكم، وعلموهم كمان ان الخير ليه ابواب كتيره، ومن ابواب الخير ان هم يذكروا ربنا، ومن ابواب الخير كمان ان هم يساعدوا الغير، ومن ابواب الخير كمان ان هم يزودوا في اخلاقهم ويزودوا في قيمهم. يا رب اجعل رمضان يا ربنا زياده في الايمان، وبابا من ابواب ان تسجد قلوبنا تحت عرش الرحمن. يا كريم يا ودود، اجعل رمضان هذا العام باب خير ونور وبركة، واجعله يا ربنا يملأ قلوبنا بالفتح والتوفيق والوصال
والجمال يا مولانا يا متعال، أكرمنا بالجمال على كل حال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.